موعد مباراة ميلان وأودينيزي بالجولة 25 من الدوري الإيطالي اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، والقنوات الناقلة والمعلقين. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. نقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة ميلان وأودينيزي التي ستقام بالجولة 25 من الدوري الإيطالي، حيث تنطلق المباراة اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، وذلك في تمام الساعة 10:15 مساء بتوقيت مصر و 11:15 مساء بتوقيت السعودية، والثانية 10:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة 10:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت HD3 والمباراة بتعليق أحمد الطيب، كما تذاع المباراة بث مباشر عبر القنوات التالية: قناة CBC سبورت HD وقناة بين سبورت كونكت وقناة دازن 1 HD الإيطالية. ويقام اللقاء على ملعب سان سيرو معقل فريق ميلان، ويدخل فريق ميلان هذه الجولة وهو بالمركز الثاني برصيد 52 نقطة، حيث لعب 24 مباراة، فاز في 16 مباراة وتعادل في 4 وخسر في 4. أما فريق أودينيزي يدخل هذه المباراة وهو بالمركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة، حيث لعب 24 مباراة، فاز في 7 مباريات وخسر في 10 مباريات وتعادل في 7. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.